الأيام وتعطلت اليوم كذلك، توقفت فريق شباب قسنطينة الذي سيكون منقوص من 3 لاعبين أساسيين خاصة سيد علي العمري، إسماعيل بالقسمي وكذلك قدور بالجلالي، في وقت الترجي التونسي سيغيب عنه خليل الشمام بسبب الإصابة، وسامح الدربالي كذلك، لاعبان من الترجي وثلاث لاعبين من شباب قسنطينة. لمن ستكون الغلبة اليوم وبعد أسبوع من الآن؟ هل للحرارة، للرغبة، للإرادة، للنزعة القسنطينية الجزائرية الراغبة في إحداث المفاجأة الكبيرة، أم ستعود للترجي المحمل والمعبأ بخبرته وتجربته في مثل هكذا منافسات على الورق، خاصة وأنه هو حامل اللقب الإفريقي، تذكروا السنة الماضية أمام الأهلي المصري الذي خسر بالخمسة، اليوم أمام نادي سان داونز من جنوب إفريقيا كانت نتيجة ثقيلة جدا والنتيجة مفاجئة جدا وتاريخية بالنسبة للأهلي الذي لم يسبق له أن خسر بهذه النتيجة. وعيشي عروسي، جاجا وعثماني في الجهة المقابلة، بن محمد الجويني، حمد الهوني، بغير الجريدي، مزياني، طور من أنيس البدري، كرة خطيرة، ضربة جزاء، ضربة جزاء، حكم المباراة يقول بعد الخطأ من حسين بن عيادة خطأ فادح، خطأ فادح أولا في التغطية وفي المتابعة وبعدين في الخطأ. شوف هنا غريبة أنه يوجد نفسه وحده بهذا الشكل اللاعب طه ياسين الخنيسي من أمام المدافع حسين بن عيادة الذي ارتكب خطأ صفره وحكم المباراة. شوف 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 يا حسين، يا حسين، يا حسين، طه ياسين الخنيسي يمنح للترجي التونسي ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من انطلاقة المباراة. سينقذها شمس الدين، يتأخر يوسف البلايلي، الحكم قال لك نفذ، يوسف البلايلي حطها بروعة في الشباك، يوسف البلايلي بروعة وبالبراعة في الشباك، حطها على يسار شمس الدين رحماني، وأول جول للترجي التونسي في الدقيقة السادسة من انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة. يا لها من بداية رائعة طبعا بالنسبة للترجي، وبداية صعبة بالنسبة لشباب قسنطينة بهذا الشكل انك تبدأ خاسر هذه المباراة. فمن هنالك على الجهة اليسرى مرفوعة بشكل رائع في القائمة الثاني، ولكنها بعيدة، بعيدة تماما هذه الكرة. الركنية الأولى لصالح شباب قسنطينة والدفاع يخرجها، تسترجع التونسية، لا 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 لا، يوسف البلايلي، قوية هذه التسديدة من يوسف البلايلي وشمس الدين رحماني، الفرص والمساحات والفراغات اللي رجعت الكرة التونسية، هايلة هايلة فرانكوم، عجب هذا الذي يحدث في دفاع السياسي، سواء 1-1 او 2-2، مهم انه تبقى على حدودك، كرة خطيرة وتغطية دفاعية من هنالك من ايمن، يدخل ايمن، يواصل ايمن، زاد ايمن، شوف بالسهولة كيف وجد نفسه، والتسديدة والدفاع، اي اي اي، بسهولة وجد نفسه داخل منطقة العمليات، والله هو لم يصدق بانه وصل لمنطقة العمليات في منظومة دفاعية كانت كلها في مكانها، ومع ذلك مرة ثانية على الجهة اليسرى عبد النوراح دخل يلعب ممتازة في اتجاه صالحي، عرضية والدفاع، لما تكون داخلة بن عيادة، لا 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 لا، بعيدة بعيدة يا بن عيادة، الحارس، هذه أول أخطر فرصة لشباب قسنطينة كانت من ديان باهمبولا في القائمة الثانية، كرة كانت رائعة رجعت لباهمبولا، لكن الحارس معز بن شريفية كان رائع وصد هذه الكرة. شوف اللعبة مرة ثانية، باهمبولا وحده ومعز بن شريفية بروعة ينقذ مرماه ويخرج هذه الكرة، وبعدين الحكم يصفر خطأ لدفاع الترجي التونسي. تأخر من حسين بن عيادة وانطلاقة خطيرة وصعبة والتوغل، استلمها يطلبها بن عيادة، من هنالك وصلته بن عيادة، ما زال باليسرى وباليمنى ويوزع وبامبولا وبالراس، لا لا، جعبوط، كرته باليسرى عالية تماما راحت ضربة مرمى، يقول حكم المباراة. هايلة التوزيعة من هنالك من حسين بن عيادة، باهمبولا بالراس وجعبوط، بعدين ما به بن شريفية في هذه الكرة، يعني
دائما للترجي، كرة بعيدة بالراس خطيرة وبالراس مرة ثانية وما زالت الخطورة. يا ياي وحدك يا نسيم يا يطو وحدك، وأخرجها معز بن شريفية للركنية، هي ثاني أخطر فرصة. خسارة جماهير، أنا والله أعطف كثيرا على جماهير شباب قسنطينة، من ذهب احتاجوا إلى يفوزوا بالألقاب مرة كل ثلاث مواسم، يعني حتى لا أقول في كل مرة، يعني فريق مثل هذا بهذه القاعدة الجماهيرية الكرة وفنان كذلك، مدينة فيها الكثير من الكفاءات. ولولو عادل الجعبوط مرة ثانية، مدينة العلم والفكر والثقافة نسبة إلى من يوسف البليلي. كرة خطيرة بالراس، با 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 جول فوسيني كوليبالي، يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. جاءكم من كوت ديفوار هذا فوسيني كوليبالي، الكرة عالية طلعت للسماء ونزلت، خدا وقته أضربها على الطائر مثل ما يريد وحطها في الزاوية اليمنى أمام 20 نفر موجودين في منطقة الست أمتار، 20 نفر في المجموع، يعني في مجموع كل اللاعبين الموجودين فوق أرضية الميدان. وجاء الجول الأول بهذا الشكل، أول أهداف فوسيني كوليبالي. غريب الكرة، شوف وين طلعت الكرة، شوف 0 صارت النتيجة للترجي التونسي، قد تصبح أثقل يعني لأنه عناصر الشباب سيخرجون الآن وتظهر نهائي دوري أبطال إفريقيا. تحط الكرة في الأرض وتصبر وتلعب وتمرر وتراوغ وتخرج تصيد جول في منتهى هذا الجول. يا سلام على عديل جعبوط، حطها في الجول. 2-1 صارت النتيجة هنا كذلك أمام أنظار كل مدافعي الترجي يتفرجون على هذه الكرة. اللعبة كم كانت رائعة من هنالك من عبد النور بالخير أمام دفاع يتفرج، وأمام معز بن شريفية لم يقدر حتى على التقاط صورة لهذه التسديدة، قوية جدا فوقه فوق راسه، حطها في الجول. 2-1 صارت النتيجة الآن لصالح الترجي دائما. يا جعبوطة قوية جدا، بعد ذلك يحاولوا يحتفظوا بالكرة لامتصاص حرارة تاع اللاعبين تاع السي اس سي، والكرة بعيدة، ضربة مرمى يقول حكم المباراة. شفتوا الفرق هنا، سجلتوا علينا باش ترجعوا لازم لكم، فحافظ على الكرة باش نمتص الحرارة. الشريفية بالله عليكم ما لا تستحق هذه الجماهير ان تفرح كل موسم كل سنة وكل مباراة. ياتي اليسرى لم يقدر عليها وتسترجع سريعة من هنالك عن طريق فؤاد حداد، كان التسديدة من بامبولا. الخطورة من هنالك تلعب عن طريق اللاعب بن شريفة على الجهة اليسرى لصالحي. غيلان الشعلالي وأنيس البدري، رائعة با 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 رائعة من أنيس هذه الكرة، ورائع كذلك إسلام شهرور ينقذ الموقف ويخرج الكرة للتمس لصالح الترجي. الترجي اليسرى، الكرة الجزائرية توزيع رائعة في القائمة الثانية بالراس وخطيرة. يا سلام عليك يا ياتي اليمنى في اتجاه حسين بن عيادة، حسين بن عيادة ولولو يك على الجهة اليمنى تنفذ عالية بعيدة بالراس في القائمة الثانية ومرت سلامات. الركنية خطيرة وجول. يا سلام يا سلام يا سلام، جول ثاني لصالح شباب قسنطينة بروعة، جول هدف التعديل جاء في نهاية المطاف لصالح شباب قسنطينة. اللعبة كم كانت رائعة والراسية أروع، ونسيم يتو أعتقد هو اللي سجل هدف التعديل لصالح شباب قسنطينة. 2-1 يا سلام، الكل يتفرج على يتو وهو يرتقي على قصر قامته يحطها بالراس في الزاوية اليمنى من مرمى معز بن شريفية. محمد أمين المسكيني على الجهة اليمنى من مرمى شمس الدين الرحماني وجول. شوف مين جاكم، هذا جاء من تونس، محمد علي اليعقوبي جاء من تونس بالراس وسجل هدف عليكم في قسنطينة بهذا الشكل. يا 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 اختلالات في الدفاع وفي الكرات الثابتة واضحة هنا من جانب دفاع فريق شباب قسنطينة. شوف مين جاء، شوف شوف هنا وضع التسلل
القائم الثاني وضع التسلل، لكن مش هو اللي ضرب الكرة، مش هو اللي سجل، أو هو لا مش هو. هدف ثالث للترجي التونسي في هذه اللحظات من عمر المباراة من قبل محمد علي اليعقوبي أمام الحارس رحماني. إن شاء الله سلامات، إن شاء الله سلامات اللي سجل. ما كانش وضع التسلل في هذه الكرة. ومحمد أنيس عثماني في مكان رحماني، كرة بينية وتوغل وتغذية من أيمن بن محمد، المرور عبد النور يرجع مرة ثانية لوليد، رائعة الكرة هذه، راحت لأنيس البدري يتوغل، هاي الأنيس يلعبها في الوسط، غيلان الشعلالي والتسديدة من بعيد على محمد أنيس عثماني، مرت ضربة مرمى. إن شاء الله سلامات بالنسبة لرحماني. بيلية فرانكوم، ما زالت الخطورة، الدفاع وبالأحرى من بن محمد يرسل الكرة بعيدة بالرأس مرة ثانية، حمد الهوني وضيح رأس التغطية الدفاعية، ما زالت الخطورة من هنالك، عبيدة اي 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 الخطورة والدفاع. بعد ما سجل هدف التعديل شباب قسنطينة، أوقات كانت قاتلة، أوقات أثرت على معنويات لاعبي شباب قسنطينة الذين ينقصهم الكثير في مواجهة تحديات دوري أبطال إفريقيا، لكن يبقى أن وصولهم للدور ربع النهائي ولو أن الأمر لم ينتهي بعد، ومواجهتهم للترجي وخسارتهم بـ3-2.